حرفيا دي ارخص سمارت ووتش تقليد لساعه ابل. مش هتحس ان انت اصلا معاك ساعه تقليد لابل، تحس انها اوريجينال، كل حاجه مطابقه لساعه ابل. خلينا نشوف ايه المميزات اللي فيها اللي مطابقه لساعه ابل، وايه اللي بيميزها عن بقيه السمارت ووتش الكوبي اللي في السوق. سامعني كويس؟ انا سامعك، الصوت واضح عندك؟ عشان احنا بنجرب الساعة بس اللي هي واتش 7، نجربها لايف قدام الناس بس. اهلا بيكم معانا في موقع اوكازيون، والنهارده معانا منتج مميز وهي سمارت ووتش تقليد ساعة ابل، واتش 7 سيريس 7. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. بداية خليني اعرفك بس ان المنتج ده متوفر على موقع اوكازيون.com اللي احنا بنعمل له الريفيو النهارده فقط لا غير. رابط الشراء هتلاقيه اسفل الفيديو تحت في الوصف وكمان في التعليقات. التجربه قبل الاستلام. خليك فاكر زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده عن سرقه المحتوى، لو شفت الفيديو ده على اي صفحه فيسبوك لا تحمل اسم موقع اوكازيون اعرف ان هم نصابين وسرقين المحتوى. خلينا بقى نبدا الفيديو. اول حاجه احنا هنقسم الحلقه لاجزاء. اول جزء هنتكلم عن التفاصيل الخاصه بالمنتج، وهنعمل انبوكسنج للجهاز ونعرف ايه محتويات المنتج اللي معانا النهارده. تاني جزء هنتكلم عن شكل الساعه والامكانيات بتاعتها وكل التفاصيل الخاصه بيها. تالت جزء وهو اهم جزء، طريقه ربط الساعه باي موبايل، والمميز في الساعه اللي معانا النهارده انها تشتغل على اي موبايل سواء اندرويد او ايفون. واخر جزء معانا بيكون هديه لمشتركين ومتابعين القناه لما بتيجي تطلب المنتج من موقع اوكازيون. خلينا نبدا المراجعه مع بعض. خلينا اول حاجه نعمل انبوكسنج للعلبه ونشوف شكلها بيكون ايه. يلا بينا. خلينا اول حاجه نشوف البوكس، وهو مقارب جدا لواتش 7 بتاعه ابل بالظبط، حتى نفس الباكينج وكل حاجه، تحس انها اوريجينال زي ما احنا شايفين كده. خلينا نشوف حتى كمان من ورا مكتوب سيريال 7 ومقاس 44. نفتح مع بعض ونشوف باكينج، شكله جميل جدا ومحترم، رسمين كده السمارت ووتش على الساعة بشكل جميل قوي. ده كده الفريم الخارجي، نفتح بنلاقي اتنين زي برضو الاصلية بالظبط، حاجة كده كويسة مختلفة تماما عن اي سمارت ووتش كوبي لساعة ابل. اللي بيكون فيه الاستراب ولكن مش مخرم زي كده اسود. خلينا نشوف برضو مع بعض، وده اللي بيكون فيه الساعة والشاحن. البوكس محترم شكله كويس جدا. اول حاجه بنلاقي كتيب التعليمات اللي بيبقى شارح كل حاجه، واسم الساعه زد كيو 100 سمارت ووتش. بنلاقي الشاحن بتاعها، وطبعا بما انها سيمي اوريجينال او زي الاوريجينال بيكون شاحن وايرلس محترم جدا. وطبعا بنلاقي الساعه الاستراب، طبعا بتحسسك بالفخامه. طبعا فاصل لك الاستراب، كان ممكن يحط الاستراب هنا مع البتاع، ولكن هو عامل حركه شيك كده شكلها حلو جدا، حاجه للاستراب وحاجه للساعه وباكنج مغلف الاثنين مع بعض. طبعا بنلاقي الاستراب ومبقاش في اي حاجه ثانيه في العلبه، والاستراب طبعا سيليكون رابر زي ما بيجي مع كل السمارت ووتش سواء الاصليه او الكوبي، ولكن هنا خامته تقيله شويه، تحس ان هو محترم جدا، بيجي بمقاس 44، يجي باللون الاسود. وتقدر طبعا تشتري اي استراب يعجبك على موقع اوكازيون.com، في انواع واشكال كتير قوي تقدر تغير بينهم. خلينا بقى نشوف شكل الساعه على الطبيعه واتفرج عليها كده من قريب. اول حاجه هنلاقي الساعه فيها زرارين ومايك في النص، وفي الجنب الثاني هنلاقي مكان السبيكر، وهنا طبعا مقاس الاستراب ال 44. في الظهر بنلاقي السنسورات، الزرارين دول واحد منهم بيشغل الجهاز والتاني هنتكلم عن تفاصيله، ولكن هو قريب من ساعه ابل بالظبط. بص معايا كده شكل الزرار على الطبيعه عامل ازاي. اهم ميزه للساعه اللي هي قريبه جدا من ساعه ابل، اول ما الساعه تشتغل هتجيب معانا لوجو ابل، هنضغط ضغطه طويله كده وتفتح معانا بشعار ابل. بيركب عليها زي ما قلنا استراب مقاس 44 اللي بيجي معاها باللون الاسود، وتقدر تغيره باي استراب موجود على موقع اوكازيون. خلينا نشوف الاول الاستراب بيركب ازاي. اول جزئيه في الاستراب اللي هي فيها الكليبسه ديت، بتركب
في الجزء اللي فوق من ناحية الترس. بنعمل كده خلاص ركبت تمام ومحكمة وما تقلقش ما بتتحركش ولا بتطلع. اختها التانية بتبقى تحت كده تلبسها في الايد سهل جدا كده، وبنعمل كده كلبسة بتبقى هنا، وبعد كده بندخل من هنا كده وبقت محكمة وماسكة في الايد. ده الشكل النهائي للساعة في الايد. الساعة بتيجي بشاشة كاملة زي ما حضراتكم شايفين كده بدقة الوان عالية جدا. بالنسبة للخلفيات الساعة بتيجي ب 19 خلفية مختلفة متحركة زي ما حضراتكم شايفين كده، خلفية كتير جدا تقدر تغير فيهم، وكمان تقدر تنزل خلفيات عن طريق الابليكيشن لما نربط الساعة بالموبايل، وكمان تقدر تحط صورتك على الساعة. الشاشة كمان لو سحبت من الجنب كده تطلع معاك اختصارات جميلة جدا في الجنب. واهم ميزة في الساعة انها بتدعم اللغة العربية، فيها لغات كتير جدا ولكن اهمهم اللغة العربية. ندخل على القائمة ازاي؟ اول حاجة هنضغط على الزرار في الجنب ده، مش اللي تحت، اللي تحت ده مجرد تشغيل الجهاز. شكل القائمة الداخلي شكل شبه ساعة ابل بالظبط، تقدر تغير فيه. طبعا الزرار ده شغال كبكرة، تقدر تكبر او تصغر الايقونات زي ما انت عايز، وكمان تقدر تغير الخلفية اللي ورا الايقونات بثلاث اشكال مختلفة سواء اسود او علامة الكرة الارضية او فقاعات كده شكلها جميل جدا. وكمان شكل القائمة الداخلي ده كمان كله لو مش عاجبك تقدر تغير بخمس اشكال للقائمة الداخلية، تقدر تغير فيهم براحتك. خلينا نشوفهم سريعا كده من البداية. 9 تطبيقات. طبعا الساعة بتدعم المكالمات، يعني تقدر تتصل من الساعة بدل ما تتصل من الموبايل، وكمان تقدر تستقبل مكالماتك اللي على الموبايل على الساعة زي كده. اقدر ارد عادي من الساعة. سامعني كويس؟ سامعك كويس. اقدر كمان اتصل من الساعة بدل ما اتصل من الموبايل، بمنتهى البساطة بتسجل ارقام اللي عندي على التليفون. اقدر اتكلم كده عادي من الساعة، وهنجرب دلوقتي مكالمة للساعة في الاستوديو. الو، ايوه سامعني كويس؟ سامعك كويس. اقدر اعلي الصوت يا جماعه او اوطي عن طريق الستاره كده اسحب، وكمان اقدر الغي الصوت واوقف. ده طبعا العداد، ولو دوست في النص هنا اقدر ادوس على اي رقم واقدر ارجع زي الموبايل بالظبط. ايوه انت كده سامعني كويس؟ سامعك كويس. ويلا بينا نجرب تيست كول برضو للساعة في مكان مفتوح ونشوف هنقدر نسمع واللي كمان بيكلمنا هيسمع الصوت كويس ولا لا. دوس اتصال دلوقتي وهنتصل بالرقم وهنعمل تيست للمكالمة. طبعا احنا بنجربها في مكان مفتوح. الو سامعني كويس؟ انا سامعك، الصوت واضح عندك؟ تمام. عشان احنا بنجرب الساعة بس اللي هي واتش 7، نجربها لايف قدام الناس بس. تمام. انا الساعة فيها اوبشن كتير هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، زي النتيجة والآلة الحاسبة نقدر نستخدمها على طول بدل ما نستخدم من الموبايل. الآلة الحاسبة موجودة وفيها الطقس، الاوبشن الصحي، الخدمات الصحيه اللي الساعه بتقدمها زي نبضات القلب وضغط الدم والاكسجين ونسبه الاكسجين في الدم ودرجه الحراره، حاجات كتير قوي، اوبشن كتير قوي متجمع في الساعه دي مش موجود في ساعات ثانيه. وخلينا نشوف مع بعض الهارت ريت او قياس نبضات القلب. طبعا بتضغط هنا كده وبتلاقي السنسور اشتغل. وبنلاقي فيها التذكير بشرب المياه، ودي حاجه كويسه جدا في السمارت ووتش. في ناس كتير قوي بتنسى تشرب ميه فترات طويله بالذات في الشتاء، فدي هتفكرك لو هتظبط التذكير بشرب المياه. فيها احتساب ساعات النوم، دي حاجه كويسه جدا. دي حاجه كمان من الحاجات اللي بتهتم بصحتك، الترمومتر، وطبعا تقدر تقيس درجه الحراره عن طريق السنسور اللي شغال. 36.7 رسم قلب، نضغط عليه ونشوف برده مع بعض، ونضغط على كلمه قياس. طبعا السنسور بيشتغل وخلينا نجربه مع بعض. فيها قياس ضغط الدم،
والسنسور اشتغل برضو ونجرب. مش بس كده، فيها حاجة كويسة جدا وهي قياس نسبة الأكسجين في الدم. نبدأ نقيس مع بعض نسبة الأكسجين في الدم، وهنا السنسور لونه مختلف بيبتدي يعد كده الثواني. حاجة كويسة جدا للناس اللي بتقف فترات طويلة وهي التسكير بالجلوكوز. كمان بتقدم اوبشن رياضي اقدر ان انا اعتمد عليها في عداد الجري والنط وركوب الدراجات وحاجات كتير قوي اقدر اعتمد عليها. الساعه حرفيا بتقدم مميزات كتير قوي رياضيه، وهنا ده الريكورد الخاص بالحاجات الرياضيه اللي انت قمت بيها. طبعا فاضي لان مفيش اي حاجه رياضيه احنا لسه استخدمناها. الساعه فيها سيري، طبعا لو انت معاك ايفون هيفتح سيري معاك على طول، لو انت معاك اندرويد هيفتح معاك خدمات جوجل. اقدر اقول من خلال خدمات سيري، اضغط على سيري واقول موقع اوكازين.com، هيبتدي يعمل خدمات جوجل لو موبايل اندرويد او ايفون، هيجيب لي سيري ويبحث على موقع اوكازيون ويبتدي يظهر لي النتائج على الموبايل. الساعه فيها مساحه داخليه فقط للريكورد، يعني الساعه فيها اوبشن تسجيل، اقدر اسجل اللي بيحصل حواليا صوت وبيحفظه على الساعه نفسها مش على الموبايل، واقدر اسمع طبعا الصوت من الساعه نفسها. انتهى البساطه، اضغط على ريكورد ويسجل معايا كده اهو، ده كده الصوت، واقدر ان انا اوقف والغي وكده حفظ الصوت، اقدر اشغل الصوت. كمان اقدر اشغل الموسيقى اللي على التليفون وصوتها يطلع من الساعة، سواء يوتيوب فيسبوك اي مشغل موسيقى او موسيقى التليفون نفسه، مع الصوت على الساعة نفسها. الساعة فيها اربع العاب مميزين جدا ونشوفهم مع بعض. الناس كتير قوي بتسالني عنها في الكومنتات في اغلب السمارت ووتش، لقيتها في الساعه دي حلوه قوي، اللي هي ايه؟ اجي ارفع الساعه كده ما بتنورش معايا. انا عايز الساعه كل ما ارفعها بدل ما اضغط على الزرار في الجنب واشوف الساعه كام، عايز ان انا مرفعها كده تنور معايا على طول. الاوبشن موجود في الساعه عن طريق ان انا بدخل على الشكل اللي هو شكل الايد ده كده ونعملها تشغيل، هي معمول لها ايقاف ونشغل. قفلنا الشاشة اهي، واول ما برفع ايدي لفوق كده قدامي وبشوف الساعة بلاقيها فعلا نورت، انا ما ضغطتش عليها حاجة، اهي الشاشة كانت مطفية والشاشة نورت. دي ميزة كويسة جدا، والمتاح فيها كمان ان انت تقدر تشغلها او لا، لان في ناس بتحبها وفي ناس لا، زي ما في ناس بتسألني في ناس مش بتحب الميزة دي، في ناس شايفاها انها بتستهلك من البطارية بتاعت الساعة، ان كل ما يحرك ايديه سواء مثلا بيعمل حاجة بيرفع ايديه فوق ماشي بيعمل اي حاجة الساعة بتفضل تنور في ايديه عمالة على بطال، تحب ان هو وقت ما يحتاج الساعة بس يشغل الزرار عشان يشوف الساعة، وعشان البطارية طبعا الساعة دي فيها موفر البطارية تقدر تفعل الخاصية دي والساعة تقعد معاك وقت أطول، بطاريتها ممتازة ممتازة جدا. كل الأوبشن اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية دي بتشتغل عادي من غير ما نربط الساعة بالموبايل، ونقدر نغير الساعة نفسها اللي هو ضبط الوقت والتاريخ يدوي من غير ما يكون ربطه بالموبايل، ودي ميزة مش موجودة في ساعات كتير قوي كوبي لساعة أبل. الساعة بتدعم تنسيق ال 12 ساعة، يعني مش محتاج ان انت تربطها بالموبايل. اقدر استخدم الساعه من غير ما اربطها بالموبايل، تقدر، بس مش هيجي لك عليها اشعارات الفيسبوك ولا واتساب ولا اشعارات المكالمات، هتبقى ساعه عاديه خالص فيها الاوبشن الصحي والرياضي، فيها المنبه والاله الحاسبه وكل الاوبشن اللي احنا قلنا عليه ده. كمان الساعه بتجيب لك اشعارات الفيسبوك وواتساب وتويتر، كل الاشعارات اللي بتجي لك على الموبايل بتجي لك على الساعه عن طريق ان انت بتسحب الستاره من فوق كده وتقرا الاشعارات اللي موجوده، زي الاشعار مثلا بتاع الواتساب ده، وتقدر تدخل على الاشعار وتقرا الرساله من غير ما تطلع الموبايل من جيبك، بس طبعا لازم تكون رابط الساعه بالموبايل عن طريق الابلكيشن. وطبعا عشان نتمتع بكل المميزات اللي موجوده في الساعه لازم نربط الساعه بالموبايل، والخطوات بتكون بتتعمل مره واحده بس سواء للموبايل اندرويد او ايفون، هي مره واحده بس اول ما بتشتري الساعه. تعال نشوف خطوات ربط الساعه بالموبايل. اول حاجه الكتالوج اللي جاي مع الساعه، ونعمل سكان للكيو ار كود، اسم البرنامج، وتقدر تنزله طبعا زي ما قلنا للابل والسمارت فون. هندخل طبعا عشان ده موبايل سمارت فون، هننزله على من جوجل بلاي اسمه www.fit. اول ما نفتح الابليكيشن بيطلب مننا صلاحيات اللي هو اللوكيشن، زي ما احنا متفقين اي سمارت ووتش لازم اشغل على الموبايل اللوكيشن او جي بي اس والبلوتوث، فاحنا هنا بنقول له افتح الكلام ده مفيش مشكله فيه، وكمان السماح بالاتصال عشان خاطر اي مكالمه تجيلك على الموبايل تجيلك على الساعه.
كل الصلاحيات اللي هتطلبها منك هنعمل لها اوكي، مفيش مشكله. لغايه ما نوصل لهنا للنصائح هنضغط اوكي، وهنا اوكي. هنا بيطلب منك ان هو التطبيق يظهر فوق التطبيقات الاخرى. هندور على الابليكيشن، ايه هنعمل له الظهور فوق التطبيقات، ونرجع تاني باك تاني، تظهر رساله تانيه، هندخل على ديت هنعمل رجوع، تظهر رساله تانيه، هنعلم على الابليكيشن، هيدينا شويه تعليمات هنقراها، نرجع باك كده. الابليكيشن اتسطب معانا على الموبايل. بعد ما بننزل الابليكيشن بنتاكد من الستاره فوق كده ان احنا مشغلين البلوتوث واللوكيشن، وبعد كده بنلاقي قم بتوصيل الجهاز، هنضغط عليها كده وهنبحث، هنلاقي اسم الساعه ظهرت وهي سيريال 7، هنضغط عليها ونعمل لها توصيل. طبعا قبل اي حاجه بنكون متاكدين ان البلوتوث على الساعه نفسها شغال. ازاي؟ بسحب الستاره من تحت لفوق كده وبلاقي العلامه ديت انها شغاله، البلوتوث اللي بره مش اللي جوه. طيب اللي جوه ايه لازمته؟ اللي هو هنا في القايمه شكل البلوتوث ده، هقول لك دي الخطوه الثانيه. احنا كده عملنا اول خطوه، زي ما قلنا الخطوات بتتعمل مره واحده، دي اول خطوه. تاني خطوه هندخل على البلوتوث اللي جوه ده كده، وتحقق الجهاز هيبتدي يبحث على الموبايل. احنا الاول ربطنا الموبايل بالساعه، بعد كده نربط الساعه بالموبايل، يعني هنا خطوتين عشان نربط الساعه بالموبايل. لقينا الموبايل ونعمل له اقتران كده، عملت اقتران على الموبايل والساعه الاثنين مع بعض، خلاص كده الخطوات تمت بنجاح. زي ما قلنا كل المميزات هتشتغل معانا زي المكالمات، ودي اهم حاجه اغلب الناس بتشتري عليها. لو دخلنا على الاتصال عادي اقدر اتصل من الساعه بدل الموبايل، ولكن حاجه انا عايز اقول لك عليها، وهي لو جيت ادخل على الارقام بتاعتي اللي على الموبايل عشان اشوفها على الساعه، هاجي اضغط اقعد المحاوله ليه ما بيعملش اي حاجه. طب ايه الحل؟ الحل ان في اخر خطوه بسيطه جدا باقيه معانا. بعد ما عملنا اقتران بلوتوث على الموبايل هنلاقي السهم ده او علامه الاي، نضغط عليها هنلاقيه معلم على مكالمات الهاتف عادي والوسائط عادي اللي هي الموسيقى بتاعت الجهاز وجهاز الادخال، ولكن مش معلم على مشاركه الاتصال. هنضغط عليها وبعد كده نرجع للساعه، نرجع على الارقام ونعمل اعد المحاوله، هلاقيه جاري التزامن، هينسخ لي الاسامي بتاعتي اللي على التليفون على الساعه، ونقل كل الاسامي تقريبا اللي على التليفون، بين الاسامي كتير قوي قوي قوي. الساعه دي بتنقل اسامي كتير مختلفه عن السمارت ووتش التانيه. كل الاسامي اللي على التليفون ظهرت معايا هنا، الاسامي ظاهره معانا بالعربي مفيش فيها اي مشكله. هنا شفنا هنلاقي رقم اوكازيون في سجل المكالمات، اتصلنا هنلاقيه بيتصل من الساعه عادي، وكمان اتصل من التليفون. ده صوت الجرس من الساعه نفسها، وصوتها عالي زي ما حضراتكم سامعين كده، ده صوت الجرس. طبعا هو نقل لي كل سجل المكالمات بتاعتي الورده والصدر. بص كده معايا، انا جالي مكالمه دلوقتي على التليفون وعلى الساعه، وده صوت الجرس بتاع الساعه. تقدر طبعا ترد او تكنسل. نيجي بقى لشويه حاجات كده هنشوفها مع بعض في الابلكيشن. الابلكيشن الواجهه بتاعته بنلاقي الصفحه الرئيسيه، معدات، والخاص بيه. الخاص بيه ده اللي هو التعريفات الخاصه بيك، معلومات عن الابلكيشن ومعلومات عنك، ومعدات دي هي اللي بنشتغل عليها اللي فيها كل حاجه. انا هنا رابط الساعه ونسبه شحن الساعه، تمام، والصفحه الرئيسيه اللي بيكون فيها اختصارات لحاجات كتير قوي موجوده على الساعه نفسها، زي ما قلنا ضربات القلب وضغط الدم كل حاجه. دي حاجات اللي هي الاوبشن البرامج اللي موجوده على الساعه نفسها، ولكن خلينا في حاجات تانية اوبشن نقدر نستخدمها في الساعه، زي مثلا خلفيات زي ما قلنا في البدايه فيها 19 خلفيه، ولكن هنا الابلكيشن فيه خلفيات كتير قوي تقدر تنزل ما بينها وتبعتها للساعه. تم الارسال، خلاص كده تعال نشوفه على الساعه، هو نفس السيم. وطبعا اقدر اختار من خلفيات، والخلفيه كلها طبعا فري. طيب لو انا حابب احط صوره خاصه بيا على الساعه، صوره من المعرض بتاع التليفون، هضغط على ساعه مخصصه، وبعد كده بحدد الخلفيه من الصور عندي او التقط صوره. الخلفيه نزلت على الساعه، وطبعا بدقه عاليه. اقدر اغير مكان الساعه ولونها عن طريق النمط، مثلا اخليه اخضر والمكان اغيره وادوس ارسل. نشوف بقى باقي الاختيارات، وهي دفع الاخبار اللي هي الاشعارات. الاشعارات اللي بتجيلي من البرامج زي الفيسبوك وواتساب وتويتر وانستجرام، كل البرامج، كل الابلكيشن اللي انا عايز تظهر لي اشعاراتها بعلم عليها، لكن لو لقيتها بالشكل ده كده يبقى كده مش متعلم عليها، لازم افعلها بالشكل ده. طبعا بلاقي التسكير بشرب المياه، بدل ما اعمله من الساعه اعمله من التليفون،
وتذكير مستقر، اقدر اذكر نفسي بشرب حاجه معينه مثلا الادويه في وقت معين لو انا مثلا عندي ميعاد دواء بنساه. واعدادات المنبه، هنا المنبه العادي الطبيعي مش اللي هو بيقول لي ميعاد شرب الدواء. وبعد كده اقدر اقيس ضربات القلب كل وقت معين، كل 60 دقيقه، كل 15 دقيقه، او الغيها خالص. واخر حاجه بلاقيها البحث عن الساعه بالشكل ده كده. دي كده كل الاوبشن الموجوده في الابلكيشن، مفيش اي حاجه تانية موجوده في الابلكيشن اقدر اعملها. شوف بقى ايه الاوبشن اللي موجود في الساعه بعد ربط الساعه بالموبايل. تعال ندخل على القايمه، ندخل على القايمه مثلا ونشغل الموسيقى. هشغلها على التليفون، هتطلع الصوت من الساعه بالشكل ده كده، الصوت مش طالع من التليفون، طالع من الساعه اهو، ده كده صوت الساعه. اقدر اكتم كده الصوت اهو. انا اقدر اوطي من الساعة واقدر اعلي الصوت واقدر اقلب او اوقف او اشغل الموسيقى اللي شغالة على التليفون. ميزة زي الطقس اللي هي اشتغلت عشان احنا ربطنا الساعة بالموبايل. اخر حاجة الشاحن الوايرلس، طول حلو جدا وده شكله على الطبيعة. فضل ان احنا نشحن بشاحن 1 امبير، راس شاحن مثلا 1 امبير، او لابتوب او كمبيوتر او باور بانك، ولو باور بانك يكون 1 امبير، وده اللي احنا بننبه عليه في كل الفيديوهات بتاعتنا. احنا كده شرحنا كل المميزات الخاصة بالساعة، والساعة اللي انا رجعتها موجودة على موقع اوكازيون.com، رابط الشراء اسفل الفيديو في الوصف، وكمان في التعليقات التجربة قبل الاستلام على موقع اوكازيون. موقع اوكازيون بيميز مشتركين القناة بهدية بتجيلك وانت بتطلب المنتج، والهدية اللي معانا النهاردة وهي سكرينة لحماية الشاشة. دي دايما بنصح بيها قبل ما تشتري اي سمارت ووتش في الدنيا، لازم يكون معاك سكرينة عشان تحمي الشاشة. نفتح مع بعض، بنلاقي الوايبس زي سكرينة الموبايل بالظبط. ما ينفعش تشتري موبايل من غير ما تجيب له سكرينة، ما ينفعش تشتري ساعة من غير ما تجيب لها سكرينة. ده شكل السكرينة، بتيجي مقاس 44 على قد الساعة بالظبط، وما بيبانش إن أنت مركب سكرينة خالص، بالعكس بتحمي الساعة من الخرابيش. يعني طبيعي جدا أي حد فينا يروح يقلع الساعة كده ممكن تقلب على وشها تتخربش معاك، هنزعل وهنزعل جامد يعني. حاول تستفيد بالأوفر ده، لأن الأوفر ده مش مطول معانا، والطلب من خلال موقع أوكازيون بس، مش من أي مكان تاني، لا في صفحة فيسبوك ولا أرقام ولا أي حاجة. الرابط هسيبهولك على الفيديو تحت، التجربة قبل الاستلام، هتجرب كل حاجة قبل ما تستلم.